بنزين. اهم ما في الموضوع ده كله الاويلسيد اللي هو الاورنج يعني، تمام. الاورنج ده لو بيعمل تهريب العربية مش هتدور وهتلف الدوارة، تمام. دي حاجة. الحاجة التانية نقفل بدقة، تمام. ماشي، نفس النظام، نتأكد ان الاورنج بقت محكوم في مكانه، تمام، بنفس الطريقة دي كده. ماشي، هنخش بالمسقط. تمام، ده السكس بالك، تمام. اهم حاجة برضه اتأكد على الاورنج بتاعه فوق وتحت، تمام. تمام، اقفل ايه الجزء بتاعه. اتاكد الجزء نفسه ركب، تمام. لما نخلص الشعبان ما خدش خلاص، استحمى عليك ايه ترومبا بعدها، تمام. اؤمر اوسخ منه ما تبص، تمام. هنيجي بقى على الجزء اللي بعده، الاورنج ده. قولها تاني. ايه ده؟ اورنج، تمام. ده اساسا ده اللي بيسحب بنزين من تحت من التانك، يعني الترومبه بتسحب من هنا. ده لو في نسبه هتهرب معانا كبس، تمام، مش هتسحب معانا بنزين. العربيه هتدور مرش على الفاضي وهتلف الدوار. تمام تمام، ننزل هنا بالترومب. احنا كده اكدنا ان المصفى راكبه يمين وشمال، تمام. سكس بال في نفس النظام، ماشي، تمام. وادي هنا الايه؟ كليبس. كليبس ده بتاع والاورنج اهوت، تمام، بتاع ضغط البنزين. كليبس ده بتاع ايه؟ كليبس ده بتاع ايه؟ بتاع العوامه. عوامة ايه؟ سكس بالف ولا انا عوامة؟ مفهوم. طبعا احنا لما نيجي نحل الترومبات دي بالذات، تمام، بناخد علامة عشان العوامة نفسها ما تلفش، تعمل ايه؟ تعكس الاتجاه معانا، تمام؟ ودي علام ودي علام. هنيجي هنا، ده علام وده علامين، تمام. ودي العلامين هنا، ودي علام. ماشي كده الكلام. نيجي هنا ندور على ايه؟ على المسمارين.